والأمثال خلال القديمة. الندوة الوطنية لاختتام الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، تم التأكيد على أن العنف ضد المرأة يخل بتوازنها ويؤثر على إنتاجيتها، حيث تروم مكافحة هذه الظاهرة تعزيز قدرة المرأة على الانخراط في المجتمع. كما أبرز المتدخلون أن الأوراش التنموية الكبرى بالمغرب تحتاج لمواطنين يتمتعون بحقوقهم الأساسية من أجل تحقيق التنمية، رهين بمشاركة وزنة للنساء ذواتهن، عماد التنمية وأساسها. اليوم من خلال هذه الحملة نؤكد مرة أخرى أن المقاربة ينبغي أن تكون مقاربة مندمجة فيها الشق الوقائي، لكي يتم عن طريق الحملات، عن طريق إذكاء الوعي، عن طريق نشر الوعي بأهمية احترام حقوق المرأة وحقوقها الإنسانية وكرامة المرأة وسلامة الجسد عند النساء. وكذلك مقاربة ثانية اللي هي مقاربة زجرية مرتبطة، شق ثاني من المقاربة ومقاربة زجرية مرتبطة بتطبيق القانون. لليوم بلادنا كتوفر على إطار قانوني القانون المرتبط بمناهضة العنف ضد النساء. وتهدف الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء التي انطلقت يوم 25 من نوفمبر المنصرم واستمرت قرابة الشهر تحت شعار الشباب متحدون وللعنف ضد النساء رافضون، إلى خلق تعبئة ونقاش مجتمعين حول دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات. كل واحد في هذه القاعة إما أن المرأة هي